مخمرات بالحليب، كيت 10 ديال الدقائق حتى 15 دقيقه ديال الخميره، وكيداروا في المقله. بصراحه كيجيو هشاش، كيجيو مفشفشين للداخل، كيجيو يا سلام. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيت نبارطاجي معاك اليوم المخمر، خمارات كيتصايبوا بصراحه بطريقه سريعه وما كياخذوش الوقت، ما تبقايش واقفه بزاف في المطبخ. غادي كي ممكن تستعملهم حتى في الصباح، يعني في الصباح الا فطيتي شويه بكري ممكن توجديهم للفطور او للكوتي او لرمضان، سيدنا رمضان هو جاي علاش لا. دونك خليكم معايا، غادي نعطيكم المقادير ونصايبوهم نحضروهم بجوج. بالنسبه لهاد المخمارات كنحتاجوا لثلاثه ديال الكيسان متساويين قد، كنحتاجوا لثلاثه ديال الدقيق الابيض، وثلاثة كنحتاجوا الكوب واحد ديال السميدة رقيقة، السميدة رقيقة غادي نخلطهم يتجانسوا مع بعضهم. كنحتاج البيضة واحدة، غادي نديرها كنحتاج البيضة، كنحتاج معلقة صغيرة ديال السكر، باش كيتحمروا ليا، معلقة صغيرة أيضا ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال الخمارة ديال الحلوى، مغمرتهاش هلا الباقي غادي نسد عليه مزيان باش ميبردش. كنحتاج معلقة كبيرة ديال الخمارة العادية اللي هي هادي، دونك معلقة كبيرة راه في ما يعادل الساشين عندي فيه، شحال عندي فيه انا؟ ثمانية، دونك هذا ما يعادل، نديرها هكا من هنا. و كنحتاج لثلاثة ديال الكؤوس، نفس الكؤوس ديال نفس العبار ديال الطحين، نفس العبار ديال السميدة، كناخد ثلاثة ديال الكؤوس ديال الحليب، يكون دافي ما يكونش بارد، ضروري ما يكون دافي. وكنحتاج معلقه كبيره ديال الزبده، الا ما عندكمش الزبده اولا ما بغيتوش تستعملوا الزبده، انا ما غاديش نستعملها لان ما خرجاش ليا من الثلاجه، غادي نستعمل اربعه ديال الا استعملنا معلقه ديال الزبده كنديروا اربعه ديال المعالق كبار ديال الزيت. ما درناش الزبده، غادي نديرو 5 ولا 6 ديال المعالق كبار ديال الزيت، انا كنستعمل زيت الزيتون باش كيعطي ديك الطراوه للعجينه، كيجي هشيش من الداخل. دونك انا غادي نستعمل 5 عوض 4، انا عوض الزبده، الثانيه، الثالثه، الرابعه، والخمسة. كذا غادي نحركهم الجنس ليا كل شيء اللي دايره هنا، ومن بعد غادي نبقى نخوي، غادي نبقى نزيد الحليب شويه بشويه. الحليب انا راني مفيضاه، لا مدفياه،
حيد الزبادي وغادي نبقى نزيد شويه بشويه. دونك ابري واش ضروري نستعملوا غير الحليب؟ لا ماشي ضروري نستعملوا غير الحليب، ممكن ندير ما يعادل جوج ديال الكؤوس ديال الحليب في دقه واحده. الا ممكن نستعملوا نص الكميه ديال الحليب ونص الكميه ديال الماء، ماشي ضروري 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 غير الحليب. بغيتو ديروه في الخلاط في الدراب الكهربائي ديروا بالدراب الكهربائي، المهم خص العجينه تكون متجانسه مزيان. دونك العجينه ديالنا كتجي بهذا الشكل هذا، غادي نغطيها دابا بان فيلم اليمونتير، نخليها تخمر واحد 10 حتى ل 15 دقيقه. ومن بعد ندوزو للطياب. نخليها ترتاح. عشر ديال الدقائق يعني لو ماكسيموم. خليكم معنا نتلاقاو من بعد 10 ديال الدقائق او 15. دونك من بعد ما ارتاحوا 15 دقيقه غادي نبقى نهز الى عندكم، انا ما عنديش كبيره، عندي هذه صغيره غنحطها هنا غير باش يكون يعني ما تجينيش ما يجيش ما مقادش الشكل ديالهم. غادي نشعل عليها سخون بعدا المقله، تسخن واحد شويه المقله. دونك من بعد ما خمرت لينا هي خمرات، دونك من بعد ما خمرات تكون مسخنه المقله. خديت انا هذا على هذا الشكل دابا باش نديرهم صغيورين، في الصراحه ما عنديش كبر داكشي علاش. وغادي نبقى نديرهم هنايا على هذا الشكل هذا. فوالا وغادي بحال هكا. الصراحة ما خصني ندير جوج اخرين، ها غادي ندير الاخرى غير كتشد راسها شوية صافي. صغيرين كيجيو زوينين لا شويه ديال الزيت نهبطها غير تشد راسها حتى هي صافي.
نتمنى هذه الوصفه هذه تكون نالت الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم تجربوها، ما تقولوا لينا باللايك، ما تعجزوش انكم تجربوها، سورتو انها ما كتاخذش الوقت بزاف. دونك ها هما كيجيو، كتجي هشيشه من الداخل، كتجي في الشبق سخون، كتجي يا سلام، كتجي يا سلام يا سلام.